حاله رئيس بين المشاركين خصوصا الاجانب في مستوى عالي كبير جدا حارس لجان الانتقال فيما بينها لتنتقل من بين 4000 فيلم لتنتقل الى 50 يتقدم الفنان الكبير تحت زماريتكم المغربيه وتحت الصلاه والسلام. الحاجه الثانيه طبعا انا عايز اقول لكم باختصار شديد بجد من قلبي، يعني انا بحب المغرب. المغرب بالنسبه لي انا اول مره اجي كان وقت حاله حب، كان عرض في حاله حب هنا. استقبلت استقبال اكثر مما كنت متوقع بكثير، ولمست ده بشكل عام يعني لما جيت هنا كل المرات اللي جيت فيها يعني. انا مش عايز اطول عليكم، انما انا مبسوط جدا ان انا موجود وسطيكم النهارده، وانا بشكر اداره المهرجان الدعوه الكريمه وحسن الاستقبال وحسن الضيافه، وان شاء الله يا رب نتقابل دايما على خير وسلام باذن الله. تحيا مصر. أول حاجة كنشكر الدعوة ومقدمي يا رجال، فهذه الدورة العاشرة ولكن الدورة الثانية كنشكر فهد ميراجان المرة الثانية كنشكر الله على الاستضافة، يعني كيزيد يزعم الشباب ديال المدينة وحنا من تطوان دعمنا في طنجة، فكنشكرهم بزاف على الدعوة هذه. رجاءً كان مستوى عالي هذه المرة صراحة، كل مرة كيكون مستوى عالي كل مرة كيزيد يزيد، ولكن زعما صراحة الاستضافة تبارك الله عليك، شكرا على الوقت الله يرحمه، شكرا على الوقت بعدا الأوتور تبارك الله عليكم هذا الميراج إن شاء الله، شكرا طنجة وأخوان إم بيبا طنجاوة، شكرا بزاف تبارك الله عليكم طنجاوة بوان إم، وحنا باقي معاكم إن شاء الله، حنا باقي معاكم إن شاء الله تختيت تبارك الله عليكم.